محمد إبراهيم حول آخر الأخبار في السودان يتواجد معنا من الخرطوم مباشرة. أحييك محمد، يعني على الأرض نود أن نتحدث أو نتعرف حول آخر الجديد في الاشتباكات الدائرة في السودان. الجديد في الاشتباكات الدائرة الآن في السودان، الجيش السوداني هنا عدة مدفعيات نواحي منطقة الخرطوم الشرق وتحديدا منطقة المعمورة إلى جانب منطقة جنوب الخرطوم وتحديدا الأسهري وكذلك أيضا جنوب الحزام. هذه آخر التطورات فيما يلي العصر. أما منطقة الخرطوم حيث كانت مدفعيات نواحي مواقع لدعم السريع في منطقة شمال الخرطوم، لكن في منطقة فعيات نواحي أم درمان القديمة وكذلك غرب أم درمان، لكن إذا ما قورنا التطورات ميدانيا مقارنة مع الأيام الماضية نجد أن حدة العنف يعني تراجعت بصورة ملحوظة وتحديدا في مدن العاصمة المثلثة. أيضا بحسب شهود عيان أيضا تحدثوا عن أن منطقة الجنينة وهي منطقة تقع في غرب السودان وهي منطقة حدودية مع دولة جاد اليوم عادت فيها الحياة إلى طبيعتها، لكن حتى هذه اللحظات في منطقة وسط السودان وتحديدا مدينة ود مدني الآن حتى هذه اللحظات ما تزال السيطرة لميليشيا الدعم السريع في عدد من مدن ولاية الجزيرة وقراها. حتى هذه اللحظات ميليشيا الدعم السريع استباحت مدينة ود مدني حيث قامت بعمليات نهب كبيرة، وأيضا هناك بحسب شهود عيان. نعم محمد، محمد لو تسمعني، كان هناك أيضا تطورات، يعني ميليشيا الدعم السريع كانت تتواجد في بعض الأزقة والحارات الضيقة من أكثر من مكان، كيف تتعامل قوات الجيش السوداني مع هذه الميليشيا المتواجدة في بعض المناطق والشوارع الضيقة؟ في هذه المناطق دائما ما نتابع الاستهداف قد يكون عبر المسيرات او طيران الجيش السوداني. حتى هذه اللحظات في منطقه ود مدني حتى الان لا توجد تحركات على الميدان من قبل مشاة الجيش السوداني، وانما الاستهداف يتم عبر المسيرات التابعه للجيش بعكس ما كان يدور في الخرطوم. ما يدور في الخرطوم هناك يعني مواجهات تحدث من حين لاخر في قلب الخرطوم وفي مدن العاصمه المثلثه، لكن حتى هذه اللحظات مدينة ود مدني لا توجد تحركات ميدانية حتى هذه اللحظات. ما تزال الميليشيا تتواجد في تلك هذه المنطقة، عمليات النهب والسرقات ما تزال مستمرة، الأوضاع الإنسانية ما تزال متفاقمة خصوصا بعد يعني بعد تجميد منظمة أطباء بلا حدود عملها في هذه المدينة التي تعد الثانية بعد العاصمة الخرطوم. نعم. لكن الأوضاع بحسب مصادر كارثية. صحيح. في هذه المنطقة. أشكرك محمد إبراهيم على التفاصيل في تطورات السودان إلى الآن، كنت معنا فيها من الخرطوم.